أممنا في السؤالين مؤمن. اه بتقول الجامع فرق بين الجامع والقصر. والقصر، القصر يكون في حالة السفر، في حالة السفر اكثر من 83 متر كيلو متر ونص، ده يبدأ هنا ان احنا نقصر الصلاة. مع القصر ممكن نجمع ونقصر اثناء ايه؟ اثناء السفر، يعني نصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين في اثناء السفر، بين جمع وقصر. اما الجمع لوحده فيجوز عند بعض العلماء ان احنا طبعا في جمع في منى بنجمع، وفي ايضا في عرفات بنجمع، لا في في عرفات بنجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت العصر في وقت الظهر، وبنصلي 4 ركعات واربع ركعات حضرتك هنا، وممكن يصلوا ركعتين وركعتين ما فيهوش حاجه. انما الجمع بس ممكن نعمله في السؤال الثاني بقى، لو انا ابني هيتيمم ولا اعمل ايه؟ نقول له لا، حاول انت تتوضا، ما توضتش والوقت هيخرج. طب اتيمم، هو الذهاب للتيمم اسهل ولا انا اجمع اسهل؟ فهنا ينوي الجمع طالما مش قادر ان هو يتوضا، لان اذا وجد الوضوء لا يستخدم التيمم الا في حاله تعذر استخدام الماء. فهنا بنقول له اجمع بين الصلاتين، يعني ينوي في وقت الظهر ان هنوي جمع الظهر مع العصر جمع تاخير، بس ده ما يكونش ديدنك وعدتك، ارجع وصلي الصلاه في اوقاتها احسن. مولانا شكر الله لك ونلتقي دائما بك على خير ان شاء الله. بارك الله فيك واحسن الله اليك. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم اجعل كل اعمالنا خالصه لوجهك يا رب العالمين.